السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بداية هذا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله راح اشارك معكم اخر اخبار محترفينا واخر اخبار المنتخب الوطني الجزائري، وكذلك نقاط مهمة اود ان اتطرق اليها ان شاء الله في هذا الفيديو. ففرجة ممتعة، ونتمنى ايضا اعزائي الكرام الناس اللي غير مشتركين في هذه القناة ويشاهدون المرة الاولى ان يشتركوا في القناة وان يفعلوا زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد، وكذلك لا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا انستغرام الظاهر امامكم. ندخل مباشرة أعزائي الكرام إلى صلب الموضوع. يعني لو كان نتكلموا عن مباراة الجزائر والكاميرون السابقة، حاجة باينة، راح تقولوا لي باللي أنه الحكم شراته الكاميرون وإلى آخره، ولكن ما عندناش دليل ملموس لحد الآن، وكم رانا عارفين هذه الأشياء، وهذه الأشياء ولينا نكرهها مؤخرا نظرا للتعليقات اللي كانت توصلني مؤخرا في صندوق التعليقات، وكذلك حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن اليوم عندنا شهادة من أحد الكاميرونيين ولاعبي منتخب الكاميرون السابق، أين يعني فضح صامويل إيتو لأنه يشتري الحكام، وذلك بشكل علني وبشكل رسمي من أجل مصالحه الشخصية. اللاعب هذا اللي نتكلم عليه تكلم ليلة أمس في مواقع إخبارية كاميرونية، ألا وهو جيريمي جيتاب، صرح قائلا: أنا لست إيتو، أنا لا أشتري التعاطف، لن تسمع أنني أعطيت شخصا ما هدية مذهلة من أجل أي مصلحة. ويعتقد الكثيرون أنه لا أعيش في الكاميرون، لكنني موجود بالبلد وأفضل أن أغلق على نفسي في المنزل عوض التعامل مع أشخاص لا يتماشون مع مبادئي. هذا فضح واضح يعني لهذا اللاعب لشخصية صامويل إيتو، أنه يتمشى مع أي واحد ويعطيه يعني صلاحيات من أجل مصالحه الشخصية، سواء يعطيه هدايا كبيرة، سواء مال، سواء أي شيء ممكن من أجل مصالحه الشخصية. احنا على بالنا أعزائي الكرام، احنا على بالنا باللي أنه صامويل إيتو شرب كاريغا ساما وتأهلوا يعني بالغش، مش يعني كرة القدم، لأنه احنا فزنا عليهم بطبيعة الحال في ديارهم، احنا فزنا عليهم في الكاميرون. لو كان ما فزناش عليهم في الكاميرون نقول لك نعم المنتخب الوطني الجزائري خسر يعني لاعب، ولكن تفوز عليهم في بلادهم وتجي تلعب في بلادك وتخسر بالتحكيم، هنا ما تدخلش للراس وتقول لي باللي انه يا وليد يعني خسرنا لاعب، بل خسرنا بظلم تحكيمي، والكل والجميع شاهد على هذا، ليس فقط الجزائريين، حتى يعني الناس من خارج الجزائر. ولكن الشيء اللي عجبني هو انه ولد بلاده ولاعب منتخب الكاميرون السابق فضح فيه، قال لك احنا انا ماشي كيما صامويل إيتو اشتري التعاطف، كذلك يعني اشتري ناس من اجل مصالح الشخصيه. يعني هنا دليل واضح باللي انه راح يفضح في صامويل إيتو باللي انه اشترى حكم مباراه الجزائر والكاميرون. احنا على بالنا هذه الاشياء، احنا رانا عارفين هذه الاشياء وانتم ايضا راكم عارفين هذه الاشياء، ولكن الحاجه اللي عجبتني هو انه ولاد بلاده بداوا يدوروا عليه، وهذه النقطة عجبتني. مالجري حاليا أعزائي الكرام هم يعني راهم في المونديال، ولكن أعزائي الكرام إن شاء الله ربي يجيب الحق للمنتخب الوطني الجزائري. على كل حال، صامويل إيتو مؤخرا استفز المنتخب الوطني الجزائري، شاركنا معكم فيديو سابق ومن قبل لأنه احنا تأهلنا للمونديال، ويبدو أن المنتخب الجزائري خسر على أيادي صاحب لقب كأس العالم الجديد سنة 2022 بدولة قطر. يعني هكذا كانت تصريحات، وايضا كانت عنده تصريحات اخرى ما شاركتهاش معكم سابقا، كان يقول بلي انه نحن تاهلنا الى المونديال بجدارة واستحقاق، بينما البعض الاخر سيبقى يشاهد في منازلهم، يعني كان يعني المنتخب الوطني الجزائري والجمهور الجزائري. ولكن اليوم كي شاهدت مباراة منتخب بوروندي امام منتخب الكاميرون خارج الديار، مش حتى في بوروندي، بوروندي احتضنت المباراة نتاعها في ملعب دار السلام اللي لعبنا فيه يعني امام منتخب تنزانيا، احنا برمجوا هذيك المباراة خارج الديار وفازوا بهدف يتيم، قال لك راح نربحوا لا كوب دو موند، تربح الشعر يا صامويل إيتو، تربح الشعر وانت بهذه الكتيبة نتاع منتخب الكاميرون. هنا بان الغش، هنا بينتوا باللي انكم ربحتوا الجزائر بالغش، يعني بوروندي تفوز عليها بهدف يتيم، صراحة هذه فضيحة، وانت راك طامع تفوز بلا كوب دو موند، راح تفوز بلا كوب دو موند في يعني سيناريو واحد فقط، إذا عملوا لكم بكاري قصامة في جميع المباريات، تدي لا كوب دو موند من عندي. من عند وليد هوب انا في هذه القناه تدي لكوب دي مونت وتدي اكثر. تشاركوا في بطوله اليورو مانيش عارف من القدام تديوها نورمال. ولكن اذا كان التحكيم عادل تربحوا الشعر. وهما بداوا يبانوا اعزائي الكرام مستوى منتخب الكاميرون. فازوا فقط بهدف امام منتخب بوروندي اللي احنا كنا اعزائي الكرام نفوزوا عليه بشكل سهل. فازوا بهدف. وقال لك لا احنا راح يعني طامعين نفوزوا بالكوب دو موند، ويعني المنتخب الجزائري خسر على ايادي ابطال العالم المستقبليين. يا ودي تربح الشعر، الا انت ربحت لكوب دو موند انا ما نزيدش نتكلم.
تتربح لكوب دي موند، تربح الشعر. على كل حال ننتقل الآن إلى المباراة الثانية. المباراة الثانية ذاكرة من جمعت بين منتخب مصر ومنتخب إثيوبيا. النتيجة كانت يعني هدفين لمنتخب إثيوبيا، ويعني في الدقيقة 52. أنا هذا الفيديو هذا الكلام أنا أسجله لكم في هذه الدقيقة بالضبط. منتخب مصر يسقط أمام منتخب إثيوبيا بثنائية نظيفة. ما نش عارف واش راح يقلبوا النتيجة عليهم في الشوط الثاني أو شيء من هذا القبيل، ولكن هم راهم حاليا في الشوط الثاني في الدقيقة 52. ولكن السؤال اللي بغينا نطرحه، أين هم فلاسفة التحليل الجزائريين اللي دائما كانوا يقولوا باللي أن المنتخب هذا اللي راه يلعب كونتر ليكيب ناسيونال اللي ربحناهم 2-0 منتخب هاوي، منتخب ما عندوش شخصية، منتخب لا يرتقي إلى مستوى المنتخب الوطني الجزائري أو شيء من هذا القبيل. يعني احنا كنفوزوا بسبعة أهداف، يقولوا يعني المنافس نتاعنا ضعيف، وكنخسروا يطالبون بالماضي باه يخرج من ليكيب ناسيونال. فهنا مخيب لوك يا الذاكرة. ها هو منتخب يعني مصر راه متأخر في النتيجة بالرغم من أنه وصل للنهائي الخاص ب يعني كأس أمم إفريقيا أمام منتخب السنغال، وصل للنهائي ما قدرش يفوز على منتخب اثيوبيا. ولكن احنا للاسف الشديد يعني دائما عندنا غير اللي يطيحوا المورال للمنتخب الوطني الجزائري. فلاسفه التحليل او خلينا نقول دكاكين الفتنه مثل ما لقبهم يعني حفيد الدراجي، دائما يعني يحبوا فقط ليكيب ناسيونال، يحبوا يحطموها. فربي يجيب الخير صراحه. بالنسبه للاخبار المواليه قبل الاخيره، المنتخب الوطني الجزائري رسميا طار من مطار يعني تنزانيا إلى الدوحة مباشرة، ووصلت قافلة المنتخب الوطني الجزائري منذ لحظات هنالك بالعاصمة القطرية الدوحة، وسينتقلون ويتنقلون مباشرة إلى الفندق الخاص بهم من أجل التحضير للمباراة الودية بين المنتخب الجزائري ومنتخب إيران. في الفيديو القادم إن شاء الله أعزائي الكرام، إذا ما نسيتش راح نشارك معكم أهم النقاط التي تتعلق بين هذه المنتخبين كالتشكيلة المتوقعة، وكذلك التغييرات التي طرأت في التشكيلة، والعديد من النقاط كالقنوات الناقلة والتوقيت وإلى آخره. فانتظرونا. بالنسبة للخبر الموالي يتعلق باللاعبي المزدوجي الجنسية. عندنا بزاف لاعبين مزدوجي الجنسية، المنتخب الجزائري راه ينتظرهم باه يمثلوا المنتخب الوطني الجزائري. ويعني في المباراة اللي جمعت بين المنتخب الجزائري أمام منتخب تنزانيا، والتي تم نقلها على قناتين فقط، قناة بي ان سبورت الثالثة العربية وقناة بي ان سبورت الأولى الفرنسية. في القناة الفرنسية معلق قناة بي ان سبورت الأولى الناطقة باللغة الفرنسية تكلم عن الثلاثي، كل من ياسين عدلي كذلك رايان أيت نوري وحتى يعني أمين غويري. وإحنا سابقا شاركنا معاكم باللي أنه بالماضي قبل ما تبدأ هذه التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا سنة 2023 بالكوت ديفوار، بالماضي اتصل بجميع اللاعبي المزدوجي الجنسية. هنالك من رفض رسميا بهم يلعبش مع المنتخب الجزائري، وهنالك لاعبون طلبوا من بالماضي فترة يعني من أجل أو يعني خليني نقول تأجيل بعد يحملوا ألوان المنتخب الوطني الجزائري، أو بين قوسين ما راهمش مستعدين. واللاعبين هذو تكلموا عليهم قنوات بي ان سبورت والمعلق الخاص بقنوات بي ان سبورت الفرنسية الأولى. طبعا صرح لنا قائلا باللي أن كل من ياسين عدلي وريان أيت نوري هم اللي طلبوا مهلة من الكوتش جمال الماضي باه يعني من بعد عاد يجوا ليكيب ناسيونال، ما راهمش يستناو في فرنسا، باه نكونوا على يقين. ريان أيت نوري اتصل به يعني المنتخب الوطني الفرنسي يعني الأولمبي وما حبش يروح لهم، من بعد جابوا يعني كما نقول ياسر العروسي. اللاعب هذا رفض به يمثل منتخب فرنسا للفئات الشبابية الصغرى. واما بالنسبه لياسين عدلي هو ايضا طلب فتره يعني تاجيل من الكوتش جمال الماضي باه من بعد يمثل الوان المنتخب الوطني الجزائري. واللاعب اللي رفض باه ما يلعبش مع المنتخب الجزائري هو واضح كحسب رايي الشخصي، الا وهو يعني امين غويري. امين غويري هو ايضا اتصل به بالماضي مؤخرا باه يستدعيه للمنتخب الوطني الجزائري، لانه كنا محتاجين لاعبين جدد. والدليل على ان باللي بالماضي اتصل بجميع اللاعبين هو اتصل بانطوني مانديريا، اتصل ببلال ابراهيمي والعديد والعديد من اللاعبين الاخرين، حتى بلال العمراني اتصل به مؤخرا. بلال العمراني حتى هو من لاعبي مزدوجي الجنسيه. امين غويري حسب كل المصادر اللي شاركناها معكم سابقا وحتى قنوات بي سبورت اكدوا لنا باللي انه ما راحش حاب يجي للمنتخب الوطني الجزائري، فربي سهل عليه ما زدوش يتكلموا عليه. ربي سهل على كل واحد. وكاين ما خير يعني هذا اللاعب. واندي ديلور راح يرجع للمنتخب الوطني الجزائري في قادم المواعيد، عندي موضوع مهم اعزائي الكرام ومصادر موثوقه اكدت لي هذه النقطه، راح نتطرق اليها ان شاء الله في قادم
المواعيد. على كل حال، هذو هما اللاعبين اللي راح يجوا للمنتخب الجزائري في المستقبل، ريان ايت نوري وكذلك ياسين عدلي. بالنسبه لامين غويري راه رافض فكره تمثيل المنتخب الجزائري، والدليل على هذا هو انه اخر مره لعب مع منتخب فرنسا للفئات الشبابيه الصغرى، وخاصه انه ديدي ديشامب راه واعد يعني امين غويري باه يعطيه مكانه في المونديال او خليه يشارك في المونديال قطر سنه 2022. ف يعني أغروه بهذه النقاط. بالنسبة للخبر الموالي والأخير لكي يعني نغلق هذا الفيديو، أكدت لنا تقارير رسمية لأنه باحتمال كبير وليد صادي سيكون رئيسا للاتحاد الجزائري لكرة القدم، ووليد صادي كان عضوا بالفاف خلال فترة رئاسة يعني الحاج محمد روراوة. يعني هذا هو المنتظر أنه رح يحمل يعني أو رح يكون في رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد انعقاد الجمعية العامة وعمل يعني كما نقول وتنصيب رئيس جديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وهذا هو اللي رح المرشح الأول والأبرز فيهم. كان هذا فيديو اليوم، خبرونا رأيكم في صندوق التعليقات، وانتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.